أهلا بكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومايل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. في أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وكمان شمال محافظة البحر الأحمر. كمان في أمطار على السواحل الشرقية ووسط سيناء بتمتد لحد جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، مع وجود فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية وقد تصل لسيول على جنوب سيناء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس بتنضمن على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. طمنينا عن حالة الطقس النهاردة. اليوم طبعا بنشهد استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة على فترات اليوم، بالإضافة إلى مصادر الكتل الهوائية. هي كتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط وجنوب غرب أوروبا، معتدلة في درجات حرارتها، امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا. العوامل دي هتساعدنا على الإحساس بالأجواء ما بين المائلة للحرارة إلى المعتدلة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، أيضا محافظات شمال الصعيد. أجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار مع سطوع أشعة الشمس. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس درجة الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ، وهنحس بالأجواء المائلة للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. يمكن في أول ساعات الليل الأجواء بتكون لطيفة تماما، لكن هنحس بالبرودة والأجواء الباردة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر. بالإضافة كمان أن اليوم هيستمر فرص سقوط الأمطار على سواحلنا الشمالية، هي أمطار خفيفة على بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط، محافظات شمال الوجه البحري، أيضا بعض المناطق من شمال محافظة البحر الأحمر، كلها أمطار خفيفة بتكون على فترات متقطعة من اليوم. فرص الأمطار كمان هتستمر على بعض المناطق من سيناء. يمكن احنا بالأمس شاهدنا سقوط الأمطار كانت متفاوتة الشدة على خليج السويس وأغلب المناطق الموجودة في سيناء. اليوم أيضا هيستمر فرص سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من جنوب سيناء، ونتيجة طبعا استمرارية سقوط الأمطار أمس واليوم ووجود الطبيعة الجبلية والجغرافية في المناطق دي، ستتشكل بعض السيول على أغلب الطرق في سيناء أو بعض المناطق من خليج السويس. بالنسبة كمان نشاط رياح، اليوم في نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء. نشاط رياح زي دايما هو اللي بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة. الأجواء الخريفية دي أيضا مستمرة معنا غدا السبت، استمرار درجات الحرارة حول المعدلات، لكن فرص الأمطار هتنحصر فقط في سواحلنا الشمالية وشمال الوجه البحري. فرص الأمطار في العموم هي كلها أمطار خفيفة غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية في المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وبتكون على فترات متقطعة من اليوم. طيب نبتدي نلبس لبس شتوي ولا نستنى شوية لحد شهر ديسمبر ونكمل بقى 3 شهور بتوع فصل الخريف؟ خلينا نقول لبس الشتوي الثقيل اكيد مع بدايه الشتاء في شهر ديسمبر، لكن احنا بنرتدي خلال هذه الايام الملابس الخريفيه. يعني احنا دايما مصطحبين معانا الجاكيت لو حسينا بانخفاض درجات الحراره خلال فترات الليل المتاخره والصباح الباكر، بنرتدي الملابس الخريفيه اللي هي الملابس بكم. كمان احنا مع يوم الاحد والاثنين هنشهد انخفاض طفيف في درجات الحراره خلال فتره النهار وفتره الليل. العظمى هتوصل على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه، فترات الليل هتوصل ل 19 درجه مئويه. فاحنا مهم جدا ان احنا خلاص ما بنرتديش ملابس صيفيه لكن ملابس خريفيه، ودايما معانا قطعه ملابس جاكيت شال لو حسينا بانخفاض درجات الحراره بنرتديه خلال هذه الايام. نشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. وبنأكد على الكلام اللي هي قالته لنا إن احنا نبتدي نلبس ملابس خريفية، المناطق الجبلية اللي في جنوب سيناء اللي ممكن توصل فيها الأمطار المتوسطة أو رعدية أو حتى سيول، ناخد بالنا إنه لو بنتحرك بالعربيات نشغل المساحات، نطمن إن هي شغالة كويس جدا بتاعة العربية، الإشارات اللي موجودة في العربية نطمن إن هي كويسة جدا، نلتزم بالأحكام المرورية أو التعليمات المرورية علشان نحافظ على حياتنا، نبعد عن التجمعات المائية اللي ممكن تحصل جراء سقوط الأمطار، نبعد عن أعمدة الإنارة، ونراعي المسافات بيننا وبين كل عربية والتانية، وإن شاء الله توصلوا بسلامة. دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في المحافظات المختلفة. القاهرة العظمى 27 والصغرى 21، العاصمة الإدارية العظمى فيها 27 والصغرى 21، اسكندرية 26-19، العالمين الجديدة 26-20، مطروح 26-18، دمياط 27-20،
بورسعيد 27-21، الإسماعيلية 28-18. السويس العظمى فيها 27 والصغرى 21، العريش 27-19، كاترين 24-13، طابة 29-21، حلايب 30-24، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 32-23، الغردقة 30-22. الفيوم العظمى 28 والصغرى 21، بني سويف 29-20، الوادي الجديد 32-19، أسيوط 30-17، سوهاج العظمى 31 والصغرى 18، قنا 35-21، الأقصر 34-20، وأسوان العظمى فيها 35 والصغرى 22. بعد ما عرفنا درجات الحرارة نرجع تاني لجمانة وشازلي نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نشكرك يا لميا، شكرا جزيلا.